طيب صباح الخير يا شباب. طيب توقفنا المحاضرة الماضية عند الـ Related Works، يعني خلصنا الـ Timetable وتوقفنا عند الـ Related Works. الـ Related Works هي الأعمال المشابهة والأعمال ذات العلاقة بالمشروع تبعك، تمام؟ فبالتالي بتكون مهمتك في هذا السكشن أنه أنت توجد الأعمال المشابهة للمشروع تبعك، تمام؟ وتحاول أنه أنت يعني أنه توجد وين مكان المشروع تبعك في سياق أو بالنسبة للأعمال السابقة، تمام؟ طبعاً أهمية هاي الشغلة إنه فعلياً أنت ممكن هو عبارة عن مصدر جديد للأفكار والبيانات موجودة عندك، إنه أنت فعلياً إنه أنت محتاج معلومات وبيانات، فبالتالي بحثك على Related Work ممكن يديلك مصدر ثاني للمعلومات والبيانات اللي متعلقة بالمشروع تبعك. ففعليا بمراجعتك للريليتد وورك ممكن تلاقي هيك لمبة في مخك دوت، انه اجتك فكرة جديدة او صار في تحويل او تحوير او اضافة للفكرة تبعتك، او انه مثلا انه صار في عندك فكرة جديدة او فيتشر جديدة ممكن انه تضيفها على المشروع تبعك. فمهم جدا ان انت تعمل ريفيو للريليتد وركس. فعليا مراجعتك للريليتد وركس بيساعدك كذلك في انه انت تعمل اتاك للبروبلم. اتاك للبروبلم انه انت فعليا مش مفترض انه المشروع بحل مشكله، فبالتالي الريليتد وركس بيساعدك انه انت تعمل اتاك لهي البروبلم، انه انت تشوف كيف الاخرين تناولوا هاي المشكله، فبالتالي بيساعدك في صياغة البروبلم تبعتك. عشان هيك إذا بتتذكر لما حكينا إنه الترتيب عندك هنا في هاي السلايدز، هاي حكينا إنه أنت عندك بتبدأ ب واحد إنه أنت تعرف البروبلم ستيتمنت، اثنين مباشرة بتروح على الريليتد وورك، بعديها بترجع على البروبلم ستيتمنت، لأنه أنت فعليا بتشوف كيف الآخرين صاغوا البروبلم تبعتهم، بيساعدك انه انت تصيغ البروبلم تبعتك، تعملها اعادة تنقيح بهذا الشكل، تمام؟ لما حكينا عن الانتروداكشن ثلاث بارت صحيح، بس هناك انت بتحكيهم بشكل بريف، بشكل مختصر، تمام؟ بحيث انه انت يعني تبين انه انت يعني هي جزء من الانتروداكشن، انه انت بتحط العمل تبعك في سياق الاعمال ذات العلاقة. كل عمل يمكن انه لا يتجاوز السطر، لكن هنا انت عندك في الريليتد وورك بدك تحكي عنه بشكل مفصل، بده يكون في سكشن بدك تعمل مراجعه للاعمال ذات العلاقه، وفي فرق بين انه انت يعني انه انت تحكي بشكل بريف وانه انت تعمل مراجعه. حكيت حورجيك شو معنات مراجعه، تمام؟ فبالتالي زي ما حكينا انه هو مصدر جديد للمعلومات والبيانات اللي عندك، بتشوف كيف الآخرين عملوا صياغة للبروبلم ستيتمنت، بتشوف أفكار جديدة، تمام؟ الفكرة في الموضوع أنه أنت تعمل ريفيو للريليتد وورك، مش تعملها ريبروديوس. ريبروديوس على سبيل المثال أنه أنت تيجي تأخذ النص نفسه في الريليتد وورك وتيجي تحط اللي اياه، او بتيجي بمعنى اخر انه انت المشروع هذا هو نفسه وبتروح تعمل له اعاده انتاج، يعني مشروع انت عندك اوريدي موجود وتروح تعمل مشروع زيه، ايش الفائده؟ لا، لازم يكون في عندك اختلاف، عشان هيك ضروري جدا تعمل مراجعه على الريليتد وركس. يعني شو الفائده؟ انه تعمل تطبيق مثلا والتطبيق هذا اوريدي موجود وتيجي تقول والله الفرق انه هو كان ويب انا عملته موبايل. اذا كان والله الموبايل يعني اذا كان الويب اصلا هو ريسبونسيف، فبالتالي الموبايل تبعك المبرر تبعه مش مقنع. فبالتالي في البروبلم ستيتمنت فعليا انت قاعد بتقول انا والله ححل مشكله في ناس قبلك حلوها،
فبالتالي بطل في مشكلة. فبالتالي انت بتيجي تعيد انتاج مشروع موجود او انشغل قبل هيك، تمام، هذا الاشي مش مجدي، مش مقبول على الاطلاق. تيجي تقول انا والله بدي اعمل نظام لحجوزات شاليهات او حجوزات فنادق او حجوزات كذا، وفي قبلك مشروع سابق انعمل، فبالتالي ما فيش مبرر للمشروع تبعك، خلاص في ناس قبلك حلت المشكلة. عشان هيك مهم جدا تعمل ريفيو للريليتد وورك. واعتقع في خطأ انه انت مش عامل ريفيو كويس وفي ريليتد وورك انت مش مغطيها بسبب انه انت بحثتش كويس، فبالتالي مبرر المشروع تبعك او البروبلم ستيتمنت تبعتك بتكون مش ضعيفة. انه انت قاعد بتقول انا والله بحل مشروع في حدا قبلك انه هو حله، تمام؟ طيب ايش المطلوب منك تغطي في الريليتد وورك؟ مطلوب منك تغطي البروبلم تبعتهم، لانه هم يعني مش بالضبط انت لازم تجيب نفس المشكله، بقول لك تجيب مشاريع مطابقه، بقول لك تجيب مشاريع مشابهه، يا اما بتعالج نفس المشكله، تمام. بغض النظر عن التقنيه، في ناس بيجي بقول لك انه والله انا مش لاقي ريليتد ورك، ليش؟ لانه بدي اعمل انيميشن 3D فيلم، انيميشن 3D وما فيش حدا عامل فيلم انيميشن 3D قبل هيك في هذا الموضوع. هيك مش صح. ليش؟ لانه انا طالب منك انه انت تجيب الاعمال ذات العلاقه بغض النظر عن التقنيه، تجيب لكل الاعمال كل الناس اللي حكت عن التدخين، عن مساوئ التدخين، او جيب لي كل الالعاب المشابهه لسيناريو اللعبه هذه، لعبه مغامره، تمام؟ فما تيجي تقول والله ما فيش اعمال مشابهه، لا في، وبجيب لك دسته كمان. فبالتالي هذا بيكون انت لو مش مغطي الاعمال ذات العلاقه بشكل جيد بتكون انت فعلا في مشكله، في مازق. ممكن تكون مشابهه في الفكره وفي التنفيذ، وممكن تكون مشابهه في الفكره بس، تمام؟ فبالتالي انه بتقدر تعتبرها انه هي اعمال مشابهه. ايش بدك تغطي فيها؟ بدك تغطي البروبلم اليوم يعني بيحكوا فيها، كذلك بدك تحكي على يعني ممكن انه تكون الاختلافات، عفوا، ممكن تكون الاختلافات بين الشغل تبعك والاعمال ذات العلاقه في البروبلم انه هي بروبلم مشابهه او مشكله مشابهه، مش بالضروره هي نفس المشكله، مشكله مشابهه، تمام. فبالتالي ممكن تكون نفس المشكله ولكن الابروتش مختلف. يعني انت عندك خيارات، اول خيار انه تكون في تشابه انت عندك في المشكله، مش نفس المشكله، مشكله مختلفه شويه، ولكن انه المشكلتين هذول مرتبطين مع بعض، في علاقه بينهم. او ممكن يكون انت عندك نفس المشكله ولكن هم حلوها باسلوب انت بدك تحلها باسلوب ثاني، انت بدك تعمل تطبيق اسهل، انت بدك تعمل تطبيق ريسبونسيف اكثر، بدك تعمل تطبيق انه افيلابل بيستهلك مثلا باندويث في الانترنت اقل، او بدك تحكي ايش العيوب تبعته، بدك تحكي انه ايش العيوب اللي انت بدك تعالجها، تمام. او ممكن تكون الاختلاف انت عندك في الديليفرابلز اللي هي مخرجات المشروع، ناتج المشروع، تمام. هم عاملين مشروع كذا 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 بس مخرجاته او الهدف منه كذا، لا احنا الهدف تبعنا مختلف، تمام. يبقى انت ايش بدك تغطي في المشروع تبعك؟ بدك تحكي الثلاث نقاط هذول اللي فعليا ممكن يكون فيهم اختلاف، اللي هي المشكله تبعتهم، الابروتش او الميثودولوجي، تمام، بالاضافه للديليفرابلز المخرجات او الناتج تبع المشروع. من وين انت ممكن تجيب ريليتد وركس؟ ممكن ببساطه انه انت تزور المكتبه، تشوف ايش في دراسات او ايش في اعمال مشابهه للعمل تبعك. ممكن تزور الاي او جي سبيس عندنا، لانه انت في عندك الاعمال مشاريع التخرج تبعت العام الماضي، بدك تجيب الاعوام السابقه كذلك. في انت عندك مكتبه عند العماده،
بتروح هناك بتطلب إذن من السكرتير إنه أنت بدك تدور في مشاريع التخرج، تبحث في مشاريع التخرج، لقيت والله مشروع له علاقة بالمشروع تبعك، بتعطي بطاقتك، سلم بطاقتك للسكرتير وبتاخذ الأسطوانة، تاخذ منه نسخة إلكترونية تمام وبترجع وبتسترجع بطاقتك. فبالتالي خلاص النسخة الإلكترونية بتضلها إنه أنت عندك عشان تستخدمها في المراجع وتشوف تكتب عنها في related work. كذلك الأونلاين ريسورسز، يعني ممكن أنت تبحث في الإنترنت، أنت بدك تعمل تطبيق، إيش بدك تسوي؟ بدك تروح تفتح المتجر تبع جوجل والمتجر تبع أبل، تبحث على تطبيقات مشابهة. أنا والله بدي أعمل تطبيق بيوصل بين السباكين والزبائن، أنه أنا بدي سباك، أنه في حدا غيري عمل التطبيق هذا؟ أكيد في كتير موجود. إيش الاختلافات؟ بدك أنه أنت فعلياً تنزل التطبيقات هذه وتعملها مراجعة حقيقية، وأنه أنت تحكي إيش الاختلافات بينك وبينه. لو والله مختلف مقبول، مشروعك مقبول. لو والله نفس المشروع، كل الخدمات اللي أنت بدك تعملها بيقدمها مشروع سابق أو تطبيق موجود على المتجر، معنى ذلك أنه أنت مشروعك ليش بتعمله؟ تمام؟ فعلياً related work بخصوص مشاريع الوسائط، لو أنت بدك تعمل فيلم وين ممكن تدور؟ في اليوتيوب أو في فيمو، بتدور على يعني إنه يعني بتكتب كيورد معينة بحيث إنه تجيب لك مشاريع ذات العلاقة، فبتلاقي إنه في كتير فيلم وثائقي عن مثلا مساوئ الشبكات الاجتماعية، فيلم وثائقي عن مساوئ التدخين. تمام؟ حكيت بدك تكون انت انتقائي، مش اي حاجة تعتبرها related work عندك، والشغلة هذه بدك تسويها بشكل مستمر لغاية لما يوم تناقش، وانا متأكد زي ما انا شايفك انه انت ممكن تلاقي related works جديدة او مشابهة للمشروع تبعك، لانه التحديثات في هذا الموضوع مستمرة. وانت لما تبحث، انت نفسك لما تبحث بتبحثش بنفس الطريقة كل مرة، كل مرة بتدخل كيوارد مختلفة تطلع لك نتائج مختلفة. عشان هيك انا بقول لك انه انت لازم باستمرار تعمل تحديث للريليتد وورك تبعك، بحيث انه انت تتأكد فعليا انه انت غطيت كل الريليتد ووركس. طيب في نقطة هنا أنا بدي أحكيها مهمة في هذا الإطار، إنه فعلياً أنت لما تراجع related work، في ناس بتيجي بتراجع related work بدي يبين الشغل تبعه هو أحسن من الشغل الموجود. هذا التطبيق ألوانه مش نافعة، هذا التطبيق بطيء، هذا التطبيق مش حلو، الانتقاد سهل. بدي يكون في عندك أمانة علمية، وإنه أنت تعمل مراجعة حقيقية، مش معناته الكلام انه انت تنسخ وتلصق وتقول لي خد هاي الريليتد ورك، لانه الريليتد ورك يفترض انه لا يتجاوز النصف صفحه انت بدك تعمل. هذا من الاسئله المتكرره اللي بتجيني، انه الريليتد ورك الواحد نصف صفحه، لكن في الانترودكشن ايش بدك تكتب؟ سطر فقط. في الانترودكشن بدك تكتب عنه سطر، اما هنا في السكشن تبع الريليتد ورك بدك تكتب ما يعادل نصف صفحه. ايش بدك تحكي؟ بدك تحكي ايش المشروع، ايش الفكره تبعته، ايش المنهجيه، ايش النتائج، ايش المزايا وايش العيوب. وبده يكون في عندك امانه علميه وانت بتحكي عن المزايا وعن العيوب. هذا التطبيق انه ممتاز كذا كذا كذا، ومحدش يستند على رايه الشخصي، انه انت تيجي تقول انه والله المشروع هذا الواجهه تبعته مش حلوه. انت شخص، مجرد شخص. يعني انت تيجي تقول انه انت بنفسك تروح تجرب التطبيق، والله جربته بطيء، والله التطبيق اللي عاملينه فلان ما بستجيبش، التطبيق اللي عاملينه كذا يعني الواجهة تبعته مش حلوة،
هو انت مين، عشان انه انت يعني مجرد رأي شخص، لكن في المقابل انت بتطلع نفسك من الموضوع وبتستند على مين؟ على مراجعة المستخدمين على المتجر. يعني على سبيل المثال بتقول انه والله التطبيق هذا محصل نجمة من 5 نجمات على المتجر وفي عليه 100,000 تحميل، معنى ذلك انه التطبيق سيء. او تيجي تقول تطبيق تاني انه والله جايب 3 نجمات من 5 تمام، وفي مراجعات سلبية وفي مراجعات، في فيتشرز ناقصة في التطبيق احنا هنغطيها. هيك انت فعليا انه انت بتستند على اراء الجمهور او اراء المستخدمين، هذا اراء 100,000 مستخدم، يعني راي 100,000 مستخدم مش رايي الشخصي تمام. او تطبيق انه انت بتلاقي فيه نازل يعني مثلا منه 10,000 أو 100,000 تحميل يا استاذ، وبعدين وبحصل 4 من 5 وفي المراجعات كلهم بيحكوا انه تطبيق ممتاز ما عدا الواجهه تبعته سيئه، ساعتها بتقدر تقول باريحيه انه اكثر من مراجعه انه بيحكوا انه الواجهه تبعته سيئه. اما انت بنفسك تنتقد، لا، الانتقاد سهل، هذا مش منيح، هذا مش نافع، هذا مش حلو، هذا مش، هذا بطيء، هذا كذا، لا، بده يكون في عندك امانه علميه في الموضوع. لا، الريليتد ورك الوحده نص صفحه. كيف تختار الريليتد ورك؟ الريليتد ورك بتختارها اول حاجه انه انت تقرا العنوان، لقيت انه العنوان ريليتد خلاص بتحطه على شقه وبتقول له هذا، تعتبر انه هذا من الريليتد ورك، بتقراه بالكامل بعد ما تخلص عمليه البحث. انت بتبحث، بتجمع هذا، يعني بتجمع عن اعمال هذا ريليتد ولا مش ريليتد، ريليتد بتحطه على شقه، هذا مش ريليتد لا تستبعد، هذا مش ريليتد تستبعده، هذا ريليتد تحطه على شقه، بدي اقراه كله بالكامل. عشان هيك احنا حكينا انه العنوان تبع المشروع لازم يكون يعني انديكيتيف، وحكيت انا بقيم على الشغله هذه. فبالتالي انت الان بنفسك حتقرا عناوين لمشاريع ثانيه وحتحس انه والله هاي المشكله، انه والله المشروع بدل ايش انه هو ايش عامل ولا لا. في مشاريع بتقرا العنوان انه انت مش لاقي ريليتد ورك ومحتاج، بتقرا العنوان بتلاقي انه والله ما فهمت حاجه، والله مش عارف اقرر هذا المشروع ريليتد ولا لا، ايش السبب؟ مش كاتبين او مختارين العنوان بعنايه. فشفت كيف انه انت لما تسوي شغله وتخليها يعني تعطيها للناس، يعني الناس اشخاص اخرين ان هم يقراوها، انهم يعني ممكن ان هم يتضايقوا او يلاقوا انه الكتابه تبعتك او العنوان تبعك مش مختار بعنايه، فتخيل ايش ممكن يحكوا عنك. ممكن حدا يجي يقول ايش هالمشروع هذا، مش هالعنوان مش واضح بالمره، وفي حدا تاني ممكن يشتم تمام. فبالتالي شوف، زي ما انت بتعمل في الناس الناس بيعملوا فيك، فانت اعمل مشروعك انه العنوان يكون جيد، عشان انه في يعني في الحقيقه انه انت لما تيجي تقرا مشاريع تانية وتلاقي العنوان مختار بعنايه، فعلا بيساعدك انه انت تختار ريليتد ورك تمام. حقيت العنوان طلع مضروب، لو انت لاقي ريليتد ورك كتيره انا وجهه نظري انه خلاص استبعده، ما دام المكتوب مبين من عنوانه، ما دام العنوان مضروب يبقى المشروع مضروب تبعهم صح. لكن لو انت مزنوق ومش لاقي ريليتد وركس، ايش بدك تسوي؟ بدك تضطر تدخل جوا، وين بدك تنتقل؟ على الابستراكت، على الملخص. لو الملخص فعلا ملخص بيريحك وبتقدر تقول انه ريليتد ولا مش ريليتد، لكن لو الابستراكت مش ابستراكت طلع مضروب هو كمان، ساعتها ايش بدك تسوي؟ بدك تضطر كمان تدخل جوا. شايف قديش انت بتتعذب؟ لا مش تقرا المشروع كله، بدك تروح على كل سيكشن تقرا اول سطرين، كل سيكشن تقرا اول سطرين، ساعتها بتقدر تصل لقرار انه ريليتد ولا لا. احنا اتفقنا انه انت تتعلم عليه انه تحط ريليتد ولا لا، واذا ريليتد بدك تقرا كله بالكامل بعدين تمام. فبالتالي لو ما لقيتش في الابستراكت ما يشفي غليلك، بتروح بتنتقل على كل سيكشن وبتقرا سطرين سطرين،
شايف قديش انت بتتعذب في حال انه المشروع مكتوب بشكل رديء. لكن لو المشروع مكتوب بشكل جيد على طول من التايتل خلاص بحطه ريليتد، خلاص هذا حقرأ كله بالكامل بعدين. تمام، وضحت الصورة كيف الآلية في اختيار المشاريع الريليتد؟ واضح. طيب أسئلة متكررة، قديش أعمل ريفيو للريليتد وورك؟ يعني أنت متوقع مني أن أنا أقول لك رقم معين 3 4 7 10؟ مستحيل، ما فيش إجابة محددة لهذا السؤال، لأنه بيعتمد. بدك تظلك تعمل ريفيو لغاية لما تشعر أنه أنت فعلياً غطيت كل الأعمال ذات العلاقة. تمام؟ لو نزلت تاني بدي أخلص عليها. فبدك تعمل مراجعة على الأعمال بحيث أنه أنت فعلاً تشعر أنه أنت غطيت كل الأعمال. ممكن أنت تيجي تقسمها، تيجي تقول يا جماعة الناس اللي اشتغلوا في هذا الموضوع ممكن نقسمهم لجزئين، ناس ركزت على كذا ومنهم مشروع A و B و C، وناس ركزت على كذا منهم مشروع E و F مثلاً أو C و D. تيجي بتقسمهم بالطريقة هذه وبتراجعهم بالطريقة هاي. تمام؟ الآن لو أنت عندك مشاريع ريليتد للبرنامج تبعك بشكل كتير كبير، فوق العشرة، يعني فوق العشرة بدي أراجعهم كلهم وكلهم بيشبهوا بعض بشكل كبير، فأنت إيش بتروح تعمل؟ بتروح تختار عمل واحد بيمثل هاي المشاريع كلها. مين هو هذا العمل؟ يعني الأكثرهم انتشاراً أو الأكثرهم شهرة أو يعني المعروف أكثر إشي. تمام، تيجي تقول والله انه فئه المشاريع اللي او فئه البرامج اللي بتركز على كذا كذا كذا، هي في عندي برامج كثيره اشهرها البرنامج اركندلي مثلا، وبتبدا تحكي عنه وبتعمل عنه مراجعه، والمشاريع كلها مشابهه لإله، فانت اخترت واحد بيمثل عن البقيه. ما فيش داعي انه انت تعمل مراجعه على 12 مشروع اللي نفس مشروع اركينلي مثلا. انت فئة المشاريع من هذا النوع صارت كتيرة، مشروع ضحكني، مشروع اركينلي، مشروع صلح لي، مشروع ايش صلح لي وايش كمان. فهاي المشاريع كل مشاريع بتقدم خدمات زي هيك. تمام، فبالتالي انه انت بتلاقي عشرات المشاريع ممكن تلاقيها انه هي مشابهه لانه هو حينتسخ الفكره تبعته. تمام، فبتروح بتراجع اشهر مشروع، ونفس الشيء بالنسبه لبقيه الريليتد ورك. انت عندك مشروع ثاني من ريليتد ورك من فئه ثانيه برضه فيها العشرات، بتروح بتراجعه، هذا هو الاشهر واحد فيهم. تمام، طيب ايش الديتيلز اللي انت يفترض انه انت تغطيها في الريليتد ورك في الريفيو تبعك؟ يفترض انه انت تحكي على فكرة المشروع، ايش المين فانكشناليتي اللي بيأديها مشروع كذا، مشروع اركينلي بيقدم خدمة كذا وكذا وكذا. تمام، ايش المنهجية اللي اتبعوها او التقنية لو كان هذا الامر واضح بالنسبة لإلك، يعني حتى لو كان يعني لو كان مثلا مشروع تخرج سابق بتقدر تعرف المنهجية. لو كان مشروع موجود على المتجر يعني ممكن نكتفي انه انت تحكي عن التقنية، انه واضح انه هم استخدموا تقنية كذا وكذا وكذا. ونفس الشيء بالنسبة للفيجوال افكتس لبرامج او مشاريع المالتي ميديا، تيجي بتقول انه واضح من الفيلم هذا انه استخدموا مؤثرات بصرية فيجوال افكتس او استخدموا مش عارف ابصر ايش، فبتحكي عن التقنية الموجودة فيه انه استخدموا تقنية 3D او 2D او ايش التقنية اللي استخدموها بالضبط. تمام، بعد المنهجية بدك تحكي على الريزلت والإمباكت، ايش الاثر تبع المشروع هذا، ايش النتيجة تبع المشروع هذا. المشروع هذا والله منتشر وفي له 100,000 مستخدم، في له 200,000 مستخدم. تمام، او هذا عبارة عن مشروع تخرج طلاب
والمشروع ارتكن على الرف او المشروع هذا اخذته المؤسسه الفلانيه واستخدمته زي هيك بهاي الطريقه تمام. وزي ما حكيت لك انه كل ريفيو يفترض ما يتجاوزش نصف صفحه، لانه ايش في ناس بتسوي بنقول مش بدك ريليتد ورك اعمل لصق ولصق لصق ولصق وانت لحالك اقرا، هاي مش مراجعه، انت بنفسك لازم تراجع يعني ريليتد ورك، لازم تقرا ولازم تكتب بزيارتك عن المشروع هذا نسخ ولصق مستحيل. وزي ما حكيت لك انا بحذرك من هذا الكلام، انا عندي الادوات اللي ممكن تكشف اذا انت نسخته ولا لا، ومش بس هيك من وين نسخت كمان تمام. اياك ثم اياك انه انت تفكر انه انت تسوي شغله زي بدك تكتب بصياغتك، بدك تكتب بصياغتك تمام. والمراجعة بدك بالإضافة لذلك أنه أنت تحكي رأيك في المشروع، المشروع هذا كان محاولة كذا كذا وفي عيوب 1-2-3، بس في نفس الوقت بدوش يكون أنه انتقاد، لأنه انتقاد لادع، أنه يعني زي ما حكيت لك الانتقاد سهل، بده يكون في عندك أمانة علمية تمام. هيك بنكون خلصنا سكشن related works، بدنا ننتقل ل references أو البيبليوغرافي المراجع. بيبليوغرافي أو references هي المراجع. شو تعريف references؟ شو أو شو تعريف reference؟ reference هو عبارة عن source للانفورميشن، هو عباره عن ديسكريبشن لسورس من الانفورميشن اللي هناك في الخلف عندنا الكلام انت مش كنت تحكي ولا لا يا راجل؟ طيب ايش هي المراجع؟ يعني على سبيل المثال بدك تيجي انت تحكي لي تعريف في المقدمة، بدك تحكي الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن كذا 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 كذا، انا وضحت التعريف؟ لا طبعا. من وين جايبه؟ جايبه من مرجع، من موقع؟ لا. ليش بدك ترجع؟ بدك ترجع لكتاب معروف ومشهور في الذكاء الاصطناعي بيحكي عن الذكاء الاصطناعي، بتقول انه هاي التعريف من هذا الكتاب. افلام وثائقيه، الافلام الوثائقيه هي عباره عن كذا 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 كذا، انا وضعت التعريف؟ لا طبعا. بدك ترجع لمرجع لكتاب بيحكي عن الافلام الوثائقيه. تصنيفات للتشات بوتس، هل انا وضعتها؟ لا. بدك تحكي مرجع، فواضح المرجع انه هو عباره عن وصف لا مصدر معلومات. مصدر المعلومات هذا ايش ممكن يكون؟ كتاب تمام، او مشاريع سابقه يعني مشاريع تخرج سابقه للطلاب، او مجلات علميه، او ورش عمل تمام، او ممكن يكون مواقع انترنت. هقيت المراجع تبعتك انه تكون كلها مواقع، هاي مشكله، هذه مشكله. ليش؟ لانه المصداقيه تبعت المعلومه تبعتها ممكن تكون مش دقيقه، او الاعتماد على الويكيبيديا بس في بعض الاحيان في بعض المقالات مش كلها ممكن تكون المعلومات مش دقيقه. فبالتالي هنا وين بدك ترجع؟ بدك ترجع زي ما حكيت لك بشكل اساسي لكتب، مجلات علميه، ورش عمل، مجلات، ابحاث، انه زي هيك من المواقع الأصلية أو من الكتب الأصلية. تيجي تحكي النوم هذا لهي والتعريف هذا من هذا الكتاب زي هيك تمام. مثلا أنا بدي أعمل تطبيق بيساعدني إن أنا أركن سيارتي، أنا محتاج أحكي عن إحصائية، قديش عدد السيارات في العالم؟ كتير تمام. فأنت بدك تقنعني في المشروع، كيف بدك تقنعني في المشروع؟ بتقول لي أنت عارف كم سيارة موجودة في العالم؟
وانت عارف كم واحد بيعاني انه هو مثلا بده يجي يصف في مكان مش لاقي مكان يصف فيه، فبتبدا تحكي عن احصائيات. الاحصائيات حقول لكم ايش مراجع او مصادر انه انت تشوف احصائيات، يعني اشهرها ستاتيستا انه ممكن تعطي لك احصائيات عن قديش عدد الاشخاص اللي عندهم هواتف ذكيه، قديش عدد الاشخاص المدخنين، قديش عدد الاشخاص المدخنين تحت ال 18، قديش عدد الاشخاص اللي عندهم سيارات، قديش عدد الاشخاص بيعانوا من مشكله الاضطراب من مش عارف ابصر ايش، كلها احصائيات. او مثلا بدك تيجي انت تحكي انه انا انت بدك تعمل المشروع تبعك عباره عن تطبيق موبايل، تيجي تقول لي انت عارف كم واحد عنده هاتف ذكي فعال في العالم؟ فبالتالي شايف كيف التشويق انت بتشيل المعلومه، بتقول لي عندك كذا مليار او 3 مليار هاتف ذكي اكتف، والعدد مرجح للزياده. ليش مرجح للزياده؟ كان في 2017 كان كذا، صار في 2018 كذا، في زياده، المتوقع يصير في 2020 كذا. هذا كلام انت بتجيب الارقام هذه من عندك؟ لا، من مراجع ومن مصادر. في الانترودكشن، بس انا بحكي انه جزئيه المراجع عندها وين بتلزمك؟ بتلزمك بشكل اساسي في الانترودكشن، وبتلزمك في الريليتد وركس، تمام؟ وممكن يعني تلزمك في الميثودولوجي. في الميثودولوجي انت بتيجي بتحكي انا والله استخدمت الاجايل، تمام؟ الاجايل هذه يعني شو تعريفها؟ اكيد بدك ترجع على كتاب هندسه برمجيات اللي انت اخذته وتعتبره المرجع تبعك. طيب كيف ممكن تعمل سايتيشن لا مصدر معين زي هيك مثلا؟ شوف معايا، هيدا عندك، هذا عبارة عن citation للجورنال. انت عندك اندرسون كي 2018، تمام؟ فانت عندك اللاست نيم 2008، عندك اللاست نيم تبع الاوثر تبع الكاتب، وهنا الانيشال تبع الفيرست نيم، بين قوسين السنة، وبعديها The Untold Story of Computer Science، القصة الغير محكية لعلوم الحاسوب. هذا عبارة عن العنوان، تمام؟ بعديها نقطة، وين منشور؟ منشور في الانترناشنال جورنال، في المجلة الدولية لعلوم الحاسوب. وهي مكتوب العدد، تمام؟ ومكتوب الصفحات من صفحة كذا لصفحة كذا. اسمك يا أستاذ؟ رامي عطا الله، خلي بالك من نفسك. واللي جنبه انت محمد الحايك، خلي بالك من نفسك. نعم مش سامع. طيب هجد انت بدك تركز على فورمات معين. ايش هو الفورمات؟ تنسيق. هجد ايش التنسيقات الموجودة عندك؟ عندك تنسيق شيكاكو، MLA، ASC، في عندك تنسيقات كتيرة. اللي بهمني انا انه انت تستخدم تنسيق موحد لكل المراجع، تستخدم تنسيق موحد لكل المراجع. مش الاقي انه على سبيل المثال انه المرجع الاول انه انت حاطط اللاست نيم تبع الاوثر، تمام، وبعديها الفيرست نيم انيشال، والمرجع اللي وراه انه انت حاطط اسمه بالكامل. لا خلاص، انت بديت انه بالفورمات هذا انت بتحكي اللاست نيم والفيرست نيم انيشال، خلاص بتمشي على هذا النظام بالكل. او مش مثلا الاقي مرجع انه انت حاطط السنه بعد الاوثر مباشره بين قوسين، وفي مرجع تاني الاقيها انت محطوطه هنا في الاخر. هذا كلام مش مقبول، بدخل انا عندي في التقييم. استخدم الفورمات اللي انت بدك اياه، تشاور مع المشرف ايش الفورمات اللي انا استخدمه، تمام؟ ولكن اللي بيهمني انه يكون الفورمات كله موحد لكل المراجع. انت ممكن تسهل على نفسك وتستخدم اداه السيتيشن الموجوده في الاوفيس. انت بتضيف المراجع وبتقول له حول لي الفورمات، يظهر لي اياهم في فورمات كذا، بتظهرهم كلهم بفورمات كذا.
نزل ايدك، نزل ايدك، نزل ايديك. انت طول الوقت انت عامل زي هيك، وانه انت يعني زي عامل تمويه انه انت بتحكي وبتحكيش. نزل ايدك يا استاذ وخلاص. تمام. فركز على قضية الفورمات في السيتيشن. ايش في انت عندك ادوات ممكن تستخدمها او تساعدك في السيتيشن؟ في عندك الويب سايت هذا ايزي بيب، ممكن يساعدك في السيتيشن، او زي ما حكيت لك انه انت ممكن تسهل على نفسك وتستخدم ادوات اداة السيتيشن او المراجع عندك في الاوفيس. هتقدر تسوق عليها وتتعلم عليها لوحدك، بتشوف تدرج المراجع، وهنا زي التابل اوف كونتنت تقول له انسيرت لريفرنس وبتختار رقم الريفرنس بهذا الشكل. تمام. طيب بخصوص الكتابه، هيك احنا بنكون خلصنا البروبوزر السكشن الاساسيه. نيجي ملاحظات اساسيه على البروبوزر، على الكتابه. في الكتابه رجاء استخدم الانجليزيه المبسطه. شو معناته هذا الكلام؟ ما تحطليش مصطلحات انت نفسك او كلمات انت نفسك مش عارف معناها. ما تحطليش كلمات انت نفسك مش عارف معناها. السبب انه يصير معك شغله زي هيك انت عارف، ما فيش داعي انه انت، ما فيش داعي انه انا احكي لك ايش هو السبب. انه انت بتكون ماخذها من مصدر وحاططها زي ما هي وانت مش عارف ولا حاجه ولا اي فكره عن شو بيعني هذا المصطلح اساسا. فاستخدم الانجليزيه المبسطه رجاء. بديش تعقيدات، بدي جملة مفيدة. تمام. الستركشر عندنا انه انت بدك تراعي انه يكون في عندك ستركشر للجملة. في عندك مبتدا بده يكون في عندك خبر، في عندك فعل بده يكون فاعل. فبالتالي احرص انه يكون في عندك subject verb object، او حتى لو كان الترتيب معكوس يفترض انه انت يكون في عندك فعل وفاعل ومفعول به في الجملة. لو جملة لقيت فيها فعل مفقود لا، اعرف انه فيها خلل. تمام. رجاء استخدم مدقق املائي، لانه في بعض البروبوزلز بيكون مليئه بالاخطاء الاملائيه، وهذه شغله مزعجه كثير في القراءه. فانت عندك مدقق املائي، رجاء استخدمه. وانت مش عارف تعمل كتابه او تعمل سبيل لشغله لكلمه معينه، هو بيساعدك انه انت تكتبها بشكل صحيح. تمام. حافظ ان يكون في عندك ترانزيشن جيد بين السلايدز. حافظ ان يكون في عندك ترانزيشن جيد بين السلايدز. كيف يعني؟ عادة انت بيكون عندك هنا الجملة، ممكن انه انت تكتب جملة زي هيك وتحط فول ستوب. تمام. وتحط فول ستوب وتبدأ جملة تانية زي هيك وتحط فول ستوب وتستمر عدة اسطر بهذا الشكل. وممكن تنزل سطر جديد، هذا بنسميه جملة. تمام. وهذا كله يعني هنا خليني اضيق لك اياه زي هيك. هذا كله اسمه باراجراف. هي كلها مكتوبه في لاين واحد، ما عملتش انتر انا. اول ما اعمل انتر بصير في عندي باراجراف جديده. تمام. حاجات النظام احنا في الجمل الانجليزيه، انه الجمل الانجليزيه عندنا قصيره غير العربي. العربي احنا عندنا جمل طويلة، وانت لما بتيجي بتكتب تكتب من الخلفية العربية الموجودة عندك. تمام. فبتطلع معاك الجمل طويلة. حاول تستخدم او تقصر الجمل قدر الامكان، وهذا لمصلحتك. ليش؟ لانه كل ما طولت كل ما تعقد معاك الموضوع وما فهمتش المعنى. يعني على سبيل المثال تيجي بتحكي انه This is a cat full stop. خلاص هذه جملة، تبدأ جملة جديدة. The cat sits on the sofa.
انت فعليا خبرتني شغلتين، قلت لي انه هذه قطه والقطه تجلس فوق الصوفة، فصلتها لجملتين بهذا الشكل. يعني حاول انه انت تستخدم الفواصل والفول ستوبس البيريود قدر الامكان، انه انت تقصر الجمل تبعتك. ليش؟ لانه بيسهل عليك انه انت تعمل انه انت توصل المعنى. هذه شغله. الشغله الثانيه، انت بتضلك في نفس الباراجراف طالما انت بتحكي على نفس البوينت. يعني انا هنا في الجمله الاولى حكيت عن الكات فول ستوب، حكيت عن الجمله الثانيه برضو عن الكات. لما اعمل هنا باراجراف جديده ببدا موضوع جديد. تمام. عاده انت لما تبدا باراجراف جديده تبدا بوينت جديده. الموضوع هنا انه انت الترانزيشن بين البوينت الاولى والبوينت الثانيه بده يكون سلس، ما تعمليش فيه صدمه. ما جيش انا اقرا والله انت بتحكي على البوينت الفلانيه وبعديها في الباراجراف اللي بعديها رحت حكيت عن بوينت ثانيه مختلفه تماما وبعيده جدا وملهاش علاقه بالبوينت الاولى، انا بصير في عندي صدمه في القراءه. بحكيش عن نفسي، اي حدا قارئ بصير في عنده صدمه، القارئ بصير في عنده صدمه. تمام. فهكيت انت لما تعمل انتقال بين النقاط، النقاط هاي لازم تكون متسلسله ولها علاقه مع بعض. تمام. حاول قدر الامكان انه تخلي القارئ يستمتع في القراءه. إذا زي كأنه أنت بتقول لي حنخليك تستمتع على الآخر. تمام؟ حاول إنه أنت تقرأ لنفسك. ما أنت بتجيني متأخر برضو. هيجيني على الميعاد. المرة الماضية جيتني متأخر. طيب اوكي، خلينا نتوقف هنا وبنكمل المحاضرة.